من الحاجات الجميلة اللي اتعلمتها في الاكس لوك اب، دالة الاكس لوك اب لو هي مش عندك، فانا هحط لك كده زي كارد فوق او لينك فوق، تقدر تخش وتاخد تتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده بيقول لك ازاي تضيف الاكس لوك اب على اوفيس 2010 2013 2016 2019 وهكذا، ان هي تشتغل على كل الاصدارات بتاعة الاوفيس. ودي مجانا تمام، بس خش على الفيديو على اليوتيوب وهتلاقيه، واتبع الخطوات وهتلاقيه بيضيفها عندك عادي. من ضمن الحاجات اللي لقيتها كانت كويسه جدا في الاكس لوك اب، انت لما بتيجي تجيب مثلا اسم الموظف هنا، كنت احنا بنبقى شغالين ازاي، ندوس على في لوك اب ونجيب دي ونقعد ندور هنا، واسم الموظف ده في العمود رقم 2 ونقعد ننزل كده وندوس انتر وهكذا، جبنا اسم الموظف وهكذا، ونقعد بقى نحسب ده كله. طب انا عايز حاجه تبقى سريعه. في الاكس لوك اب في اختراع جميل قوي اسمه دايناميك اري، اللي هو حاجات دايناميك بتشتغل. بص كده اللي هيحصل ايه لما ندوس اكس لوك اب اهو، واختار اسم الموظف وبعد كده ادوس كوما، بيقول لي انت بتدور عليه فين، اقول له انا بدور عليه هنا، يقول لي ايه النتيجه اللي انت عايزها، اقول له اسم الموظف واسم المسمى الوظيفي والمرتب والموبايل، وادوس انتر. دوس اللي حصل جابهم لي كله. لا بمجرد بقى منزل كمان تحت كده جاب لي كل ده، كل ده في اقل من ثواني معدوده. اكس لوك اب اختراع بمعنى اختراع. تابعني لو عايز تعلم حاجات في الاكسل، وتابعني على قناه اليوتيوب، فعلا فعلا هتستفيد كتير قوي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.